إذا خلوت بنفسك ولا أحد يراك قل يقينا لا إله إلا الله. إيه؟ كلما انفردت بنفسك ولا أحد يراك اجعل هذه الكلمة وديعة لك عند الله، واعلم أن قولي لا إله إلا الله أكبر الحسنات. سوي الرجل عن أبيه، يعني كان أبوه أحد العلماء وكتب الله له ما كتب، فسأله الناس يسألون الإبن وهو أعرف بأبيه، ما كان حال أبيك؟ قال أبي كان يقول، هو الرجل قال كان أبي يحب أن يعظم الله. من أعظم القربات أن يرزقك الله أن تحب أن يعظم